بالنسبه ل وانت حضرتك بتتكلمي قلتي لي ان في منتال كوتش بيكون معاكي، ودي حقيقه حاجه جديده. لا كلميني عندها. هي الفكره ان احنا بنحاول ان احنا نسيطر على كل الجوانب اللي ممكن تاثر على اللاعب جوه الملعب. يعني الناحيه الفنيه ليها مدرب، الناحيه البدنيه ليها مدرب. طب اللاعب ده ساعات نفسيته بتتاثر، ساعات بيقابل ماتش مثلا قوي بيبقى محتاج ان هو يسيطر على انفعالاته، او بيبقى محتاج ان هو يرتب افكاره ازاي يفكر جوه الملعب وازاي يبقى هادي جوه الملعب. فده محتاج تدريب، مش بس مجرد ان احنا اعمله جوه الملعب، لازم بيبقى محتاج تدريب طول السنه. فبيبقى فيه زي منتال ترينر بيبقى بيعرفك ازاي تفكر وازاي تتحكم في انفعالاتك، ولو جالك الشعور ده هل تواجهه ولا هل تمشي معاه وتحاول ان انت تتغلب عليه. لان ساعات مواجهه شعورك او ان انت تحاول ان انت تتغلب على الشعور ده في لحظتها بيبقى بالنسبه لك بيشتت تفكيرك عن هدف الرئيسي. صحيح. فعلى حسب الشعور اللي جه ايه بنحاول ان احنا وهو معاكي في كل مكان، يعني حتى في معسكراتك الخارجيه بيكون معاكي ولا لو ما كانش متاح ان هو يسافر معايا بيبقى موجود معايا على التليفون دايما. يعني بتهيألي دي حاجه جديده ونتمنى تعميمها في كل الالعاب، خاصه ان الموضوع اللي حضرتك بتكلمنا فيه ده كان انعكس بالسلب على بعض اللاعبين الاولمبيين فتره من الفترات. بس دي برافو عليكي، وده يمكن عشان دي دكتوره فانت بتفكري بقى بالفكر يعني شوية. فكر علمي، فكر